يقول السائل: هل اعتقاد بأن الأرض تدور حول الشمس كما يقول الفلكيون يعتبر من الكفر؟ أقول: الذي دل عليه القرآن والسنة أن الدوران للشمس هي التي تدور تمشي، والأرض ثابتة. ومن الأدلة على أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تمشي وتجري الحديث الصحيح، وهو أن يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم خليفة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وارث النبوة بعدهما دنا من بيت المقدس وقد مالت الشمس إلى الغروب، فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا. فحبسها الله عز وجل حتى دخل ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وفتحها الله عليه. فلو كانت الأرض هي التي تدور لكان خطاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم للشمس لغو، والأنبياء منزهون. نعم، هذا يعني القول بأن الشمس هي الثابتة هذا تكذيب للقرآن والسنة، وهي نظرية كافرة، والفلكيون أكثرهم جهال.